ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل المحلل السياسي محمد القيسي. مرحبا بك أستاذ محمد، كيف تنظر إلى القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي؟ كان على رأسها إطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين وكذلك صرف رواتب المتقاعدين. نعم، أبدا، شكرا على الاستضافة، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة أعتقد أننا الآن أمام مرحلة نستطيع أن نسميها بإرهاصات التغيير أو بدايات التغيير حقيقة، لأنه على المستوى الشعبي نلاحظ بأن هناك نوع من واسع من التفاؤل بحزمة القرارات الجريئة التي أقبل عليها السيد مصطفى الكاظمي، وهذه تحسب له حقيقة ولبداية مشواره السياسي الصحيح. كذلك على المستوى الدولي نلاحظ بأن هناك ترحيب دولي كبير بمجيء هذا الشخص، سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أو على مستوى المملكة المتحدة أو دول الخليج، وحتى الدول الإقليمية إيران والسعودية ودول أخرى متجاورة. إذن هناك إرهاصات متفائلة للتغيير حقيقة، بدايات يعني جميلة للتغيير، أتمنى أن يستمر عليها كي يكسب كثيرا ويعزز موقفه السياسي. لكن هنا يحتاج إلى نقطتين مهمتين جدا. الأولى هو ضرورة أن يمنح الرجل مهلة زمنية يستطيع خلالها أن يقدم ما بجعبته وأن يترجم أفكاره على أرض الميدان الواقعي. والنقطة الثانية يحتاج إلى تعضيد ومساندة ودعم من القوى والأحزاب السياسية والكتل السياسية، لا أن يتصدى هو لأمور مهمة وجريئة وأن تتصدى هي له بمؤامرات. وكيف سيتم ذلك سيد محمد؟ يعني من ضمن أيضا الإرهاصات، إرهاصات التغيير التي ذكرتها، يضاف لذلك تعهده بسحب السلاح المنفلت وكذلك محاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم. هل سيستطيع تطبيق ذلك سيد الكاظمي، هذه الوعود التي قالها، في ظل تحديات ربما من بعض الأحزاب التي ترى أن ذلك يمسها بشكل شخصي؟ نعم، في هذه النقطة بالذات هو أمام تحديات كبيرة، لأنه عليه أن يثبت عمليا صحة الآراء التي جاء بها أثناء فترة التكليف. ولعل أدق هذه النقاط هي محاربة الفساد أولا والتصدي له، وكذلك مجابهة القوى الميليشياوية أو الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة. وأعتقد هنا بهذه النقطة الثانية حقيقة أن اختياره للقائد البطل عبد الوهاب الساعدي هي يعني خيار موفق وذكي جدا، اعتمد فيه على الاغلب على القوة الذكية، السمارت باور بشقيها، الهارد باور والسوفت باور، لأنه جمع أكثر من نقطة في هذا الاختيار. النقطة الأولى هي رسالة معنوية لجميع الشرفاء في بلدنا العزيز مهما كانوا في أي منصب صغير أو كبير، بأنه مهما ظلموا أن الزمن سينصفهم في يوم من الأيام. النقطة الثانية فيها هي نعم تفضل نسمعك. نعم، النقطة الثانية هي أنه السيد عبد الوهاب الساعدي يحظى بشعبية كبيرة على مستوى الجماهير أبناء شعبنا العراقي الكريم، وبالتالي يمكن توظيف علاقة طيبة لتجمعه هنا بالمتظاهرين بحلحلة الأزمة واحتوائها وتلبية مطالب المتظاهرين الكرام. طيب، وكيف سيستطيع حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل؟ هي بعد أن تذكر النقطة الثالثة، تفضل. النقطة الثالثة هي أنه جهاز مكافحة الإرهاب هو أكثر جهاز منظم ومهيئ ومدرب بشكل يسمح بشكل مباشر مواجهة كيانات مسلحة الخارجة عن إطار الدولة أو الميليشيات المسلحة. إذن هو جمع هنا أكثر من نقطة في اختيار هذا القائد البطل. رغم نحن كعراقيون نتمنى له كل التوفيق ولكل قائد عسكري شريف يخدم البلد العراقي والشعب العراقي. نعم نعم، كنت قد سألتك ما إمكانية الكاظمي في حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل؟ نعم، السيد مصطفى الكاظمي يدرك تماما أن الأخوة في كردستان العراق أو القوى السياسية الكردية هم جزء مهم من تركيبة العملية السياسية في العراق، وبالتالي أنا أعتقد أنه لا يستطيع أن يفرط بهم، لأنه جاء بأسلوب هادئ يعتمد على آليات هادئة قوامها التعاون وليس صراع إلا مع الجماعات التي تضر بالعراق. نعم. سواء بشكل عسكري أو بشكل فساد اقتصادي وما شابه.
انا اعتقد سيحاول احتواء الازمه لا سيما فيما يتعلق بمسائل مهمه ما بين المركز والاقليم مثل مساله النفط ومساله قوات البشمركة ومساله كركوك ورواتب يعني الامور حساسه أيضا. ما بين الطرفين نعم وكذلك رواتب الموظفين نعم بالتالي سيسعى باسلوب هادئ فيما يتعلق بالقوى السياسيه الكرديه من اجل تعضيد قوته على المستوى الداخلي للانطلاق نعم. بعد ذلك على المستوى الخارجي لان السياسه الخارجيه لا تقل اهميه عن السياسه الداخليه لنجاح اي دوله او حكومه قائمه فيها. السيد محمد القيسي المحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من اربيل.